قلت واحد العباره، كيف حراهم من اللعب في الفرق الاوروبيه؟ ولانه يعني الفيترين يعني لا فيترين انهم يبانوا في المنتخب أكيد الاول، لان في الوقت اللي كان اللاعب المحلي تيلعب في المنتخب كان تجي عروض، لان يعني صلاح الدين اللاعبين وهذا كانوا تيجي يشوفوا. اليوم كيفاش لاعب مغربي غيمشي لنادي اوروبي من غير منتخب ويمضي وهو ماشي دولي؟ يعني اول شيء غيطرحوا عليه هو السؤال واش دولي. انا تنذكر بغيت نتفكر واحد لما جاء اول مره للمغرب هيرفي رونالد، وانت راك انت النجاح عندنا المعموره، وكان اجتماع ديال المدربين، وكان ديك الساعه الحصيله ديال البطوله اللي فاز فيها سميتو الكريكي باللقب، وكان جا معنا وكان جا وتكلمنا معاه على اساس كان متحمسا وكان يعني يؤمن يعني باللاعبين المحليين ويشجع اللاعب المغربي، ولكن مع الوقت تغير. يعني حتى حنايا اللي كنا قراب ليه بدات انا تنقول انا من نيجا كانت الابريم وشكون اللي شدها؟ حيت السلامي خذا المحلي، نعم خذا الاولمبي، من بعد قالوا له غنلعبوا الشان، زاد عليها شي لعبه بحال الحذراف وداك الشيء ولعب بها المحلي. كانت الابريم شكون اللي جا فيها؟ راه جا فيها حكيمي وجا فيها سفيان مرابط ولاعبين اخرين اللي شدها السلامي. فكان هذا الابريم وكانت هذا المحلي، ولكن من بعد مني رينار دار الفريق ديالو وعزل اللاعبين ديالو ما بقاش كيدور لهذ الفراقي، صافي دار ديالو كمل بهم. وهنا فين وقع الاشكال، لان ملي كتقلق دائما تنافسيه بين اللاعبين وكتشوف الجاهزيه ديالهم والفورما ديالهم داخل الانديه والتقدم ديالهم، كيقدر تلقى ليكيب ناسيونال غادي عندك قويه. ملي كيوليو اللاعبين كما كنقولوا حنا محفظين البلايص ديالهم فتراجع المستوى. احنا كنا تنتظروا حتى انه يدير انه يشتغل، لانه هو المدرب الوطني المفروض انه يشتغل يدير تجمعات اللاعبين المحليين على الاقل اسبوع مره في الشهر باش يتعرف عليهم ويشتغل معاهم، لانه هو يعني اجير. عيط لبن شرقي، عيط الحداد، عيط لمجموعه من اللاعبين، ولكن ما اللي بغيت نقول لك لعبوا في المنتخب المحلي وكانوا لضر الرماد على العيون. جاوا بعض لاعبين المنتخب المحلي اختفوا تماما، جاوا بعض لاعبين من الابريم، ولكن في الاخر رجع للمجموعه ديالو اللي عنده، هي اللي يلعب بها وهي اللي يبدا بها وهي اللي كمل بها. بغيت نقول لك انا كاين فرق كبير شتان ما بين رينار اللي جا وكان كيشتغل ويقلب في لي تيرا ويقلب في لي تيرا وما بين فهاد العام وبالخصوص منور لا كوب دي مون.